مصر جميلة بأهلها وناسها وفولكلورها وتراثها الشعبي، وتفاصيل أكتر عن فولكلور والاحتفال بعيد الأضحى المبارك والاختلافات ما بيننا كمصريين وبقية الدول العربية في احتفالنا بعيد الأضحى المبارك من خلال لقائنا مع الدكتورة ولاء محمود، أستاذ حفظ التراث الشعبي وتقنيات حفظ الفولكلور بمعهد الفنون الشعبية. أهلا بحضرتك وصباح الخير، كل سنة وحضرتك طيبة. أنت طيبة. دكتورة ولاء، هل في اختلاف ما بين احتفالنا احنا كمصريين بعيد الأضحى المبارك وباقي الدول العربية؟ بصي، هو الموروث الشعبي الاحتفال بعيد الأضحى في كل الدول العربية يكاد يكون متشابه جدا. لأن ثقافتنا واحدة، احنا أصلا نفس الطبيعة نفس البيئات، فتقريبا احنا ما فيش اختلافات غير اختلافات طفيفة جدا. بس كمان لما بنيجي نتكلم في الموروث الشعبي هنلاقي موضوعات كتير قوي. عندنا موضوعات خاصة بعاداتنا، وموضوعات خاصة بالمعتقدات، موضوعات خاصة بالأغاني، موضوعات خاصة بالاحتفالية نفسها، طبيعة الناس والبيوت. لو جينا بصينا مثلا للعادات، في عادات المصريين بيعملوها من قديم الأزل ولغاية دلوقتي في كل الأعياد، بس في عيد الأضحى بتبان بشكل أكبر. الاحتفالات دي والاهتمام بالعيد من تجهيز للعيد نفسه. التجهيز للعيد ما بيكونش يوم وقفة العيد أو ليلة العيد، بيبقى قبلها بكام يوم. طبعا قبلها بكتير. الولاد بيجهزوا بيوتهم مع أهلهم، تنظيم والتنظيف والتوضيب، وكمان التجهيز نفسه للمساجد والشوارع، الزينات اللي بتتعلق، أهالي الأحياء كلهم بيشتركوا مع بعض وبيعملوا الزينة، الزينة اللي بالورق وبالألوان وبالقص واللزق. أعتقد المظاهر دي عندنا إحنا بس كمصريين. والله هي في دول عربيه كتير خدتها مننا وابتدوا يطبقوها. شراء الملابس الجديده دي حاجه منتشره عندنا وفي كل الدول العربيه. كل الدول العربيه بيلبسوا ملابس جديده، سواء اللي هيلبس الجلاليب او الفساتين واللبس الجديد للاطفال الصغيرين. كمان تجهيز المساجد نفسها، السجاجيد اللي بتتغسل وتتفرش، والحصر اللي بيهتموا بانهم يحطوا حاجات جديده. كمان التجهيزات في الشوادر، اللحوم والمذابح، كل دي تجهيزات بتحصل. الطقوس نفسها بقى بتاعه العيد اللي ممكن يكون فيها اختلافات بسيطه بيننا وبين الدول العربيه. يعني مثلا في السودان بيعملوا زفه العيد يوم الوقفه، بيطلعوا الرجاله والاطفال بلبس جديد وبيطلعوا يحتفلوا بالعيد ويكبروا ليله العيد بالليل احتفالا بانه في عيد بكره. وبيعملوا مشروب عندهم مميز كده اسمه مشروب البلح، بيخلوا البلح يختمر 3 أيام وبعدين بيعصروه، وده حاجة مميزة جدا في السودان. كمان في بلاد تانية بيعملوا طقوس تانية، مثلا زي المغرب بيهتموا جدا بعملية ذبح الأضاحي، وبيهتموا جدا بالدم بتاع الأضحية، بالنسبة لهم ده فيه بركة وفيه خير ورزق، فبيرشوا ملح على الدم. ده كده بيعتقدوا ان هم بيرموا الشرور وبيبعدوا عنهم الحسد، بيبعدوا عنهم اي روح شريرة. احنا عندنا كمان في مصر موروثات قديمة وليها معاني، والناس اللي بتعتقد فيها كمان بتؤمن بيها وبتصدقها. بتؤمن بيها جدا. زي ايه؟ يعني مثلا عندنا في ذبح الخروف في جزء معين من لحم الخروف او عظمة معينة بنلاقي الجزار بعد ما بيذبحها بيقطعها، بيصمم انه يكسرها وهي تترمي كده كده. لانه كان في معتقد زمان انه ممكن حد ياخد الجزء ده ويعمل بيه اعمال سحريه. دي اول مره اعرفها. ففي ناس كتير بتاخدها تعمل بيه اعمال سحريه، فالجزار بقى يعني نوع من انواع ان هو مش الناس. عايز يعمل ضرر لحد، عايز كلام حاجته كلها تبقى سليمه فبيكسرها. دي اهم المأثورات الغريبه اللي ممكن تحصل. بتهيألي كمان من الحاجات المميزه عندنا جدا لما بيذبحوا بيحطوا ايديهم في الدم ويخمسوا على البيوت. دي حاجه مهمه جدا المصريين، دي عاده بقى مصريه جدا، يعني دي يعني بتشوفيها في حتت كتير. اعتقادهم بان الدم ده مصدر خير ورزق، وفي نفس الوقت عايزين يمنعوا العين عن الناس او الحسد، فبيعملوا فعلا الكف وبيحطوه على الحوائط بتاعه البيوت والعربيات، ان هم كده اي حد هيبص لهم هيبقى كسروا العين دي ومش حدش هيحسدهم. ده معتقد مشهور جدا عند المصريين. كمان عندنا عمليه تزيين الخرفان، في بلاد عربيه بيهتموا جدا بتزيين الخرفان بتاعتهم قبل ما يذبحوها. يعني في دول بيكحلوا الخروف علشان يبقى شكله حلو، وفي ناس بتختار الخروف الكباش اللي لونها كبيره جدا وقويه. مثلا في المغرب بيعملوا سباق للكباش الاول، والكبش اللي بيسبق يبقى هو ده اللي هيبقى عليه الاضحيه، هو ده الاقوى. دي اهم المظاهر اللي ليها علاقه بالخرفان.
والسينما كمان اهتمت بان هي توثق موضوعات الفلكلور اللي ليها علاقه بالمأثورات الشعبيه. فهنلاقي افلام كتير تناولت موضوعات الفلكلور وموضوعات عيد الاضحى. زي ايه؟ حضرتك تتذكري اسامي دلوقتي؟ في طبعا فيلم مشهور جدا اللي هو ليلى بنت الاكابر، كان فيه اغنيه الحج بتاعه العيد، كلنا كل ما نفتكر اغنيه الحج وكل ما نفتكر الحج هي مرتبطه اصلا معانا بعيد الاضحى. يعني لو جداً ما سمعناش الاغنيه زي ليله العيد مع السيده ام كلثوم احنا نشوفها دلوقتي ونسمعها. بالظبط كده، متاثرين بيها جدا لانه حاجه غريبه جدا. مصر من زمان جدا كان المحمل بتاع كسوه الكعبه بيتعمل من مصر. كانوا المصريين بيتجمعوا ويشتروا مجموعه، يعني بيشتروا كسوه الكعبه من الغوريه، بيصنعوها بنفسهم القماش بتاعها، وبياخدوا بيتجمعوا كل المصريين في مكان معين قرب مدينة السلام دلوقتي، والحجاج كلها بيطلعوا من نفس المكان وبيشتروا الكسوة دي ويروحوا بيها للسعودية، وده تبقى كسوة العيد هناك، كسوة الكعبة هناك. وكانت بتبقى فرحة ان المصريين الحجاج رايحين بالكسوة من مصر للسعودية. كمان مشهورة قوي رسومات الجدارية دي من الموروثات الشعبية المصرية اللي حوالين العيد. احنا عندنا معروف المصريين في وداع للحجاج، الأهل والأقارب بيروحوا للحج يودعوه وهو مسافر، وطبعا بيشتري كل حاجته الجديدة اللي هيروح بيها الحج، واما يرجع بييجوا يزوروه عشان يتبادلوا الهدايا ويباركوله. واحنا كمان بنعمل طقس جميل قوي ان احنا جدران البيوت بنزينها برسومات. رسومات دي عبارة عن رسمة لمكة، للكعبة، لأدعية بألوان ليها علاقة بالموروث والفولكلور، بكلمات برضو بتمنع عنه الحسد والعين لأنه راجع من حاجة حلوة الناس بتتمناها فمحدش يحسده أو يحقد عليه. دي من المأثورات الشعبية المهتمية بالعين. هل احنا كمصريين دايما بنخاف من فكرة الحسد؟ جدا. ويعني بناخد احتياطاتنا تماما من عين الحسود، وده يعني كنا بنشوفه في رسومات وجداريات كتير وامثال شعبيه كتير كمان. وده لغايه دلوقتي، يعني ده من زمان قوي، ده من الفراعنه ولغايه دلوقتي توارث معانا مع الاجيال. وفي ناس بتعتقد، وبتؤمن بده، وده بيخليهم يعملوا اعمال سحريه ويحاولوا ان هم يتجنبوا العين دي باي شكل من الاشكال. هل في معتقدات او موروثات مرتبطه بالاعياد اندثرت دلوقتي ما بقتش موجوده في المجتمعات المصريه؟ بصي، هو التقدم التكنولوجي والميديا اللي داخله بقوه مجالات حياتنا والعصر اللي احنا عايشين فيه ده خلانا شويه نتراجع، لكن مازال في بيئات متمسكه بموروثاتها. يعني عندنا البيئات الاقاليم والصعيد والاماكن البسيطه لسه متمسكه بالمعتقدات، زي الاحياء الشعبيه لسه متمسكه بالمعتقدات الشعبيه ومتمسكه بالموروث زي ما هو. لكن الاماكن اللي حصل فيها غزو عن طريق دخول الميديا اثر، بس اثر تاثير طفيف. يعني مثلا احنا كانت مهمه جدا عندنا حكايه الزيارات، تبادل الزيارات في الاعياد. كنا بنستنى الاعياد عشان اهلنا ياخدونا نروح لعمي ونروح لخالي ونتبادل الزيارات. دلوقتي القصه دي قلت شويه لانه الميديا قربت المسافات، بقى في سوشيال ميديا وانا ممكن ابعت له مسج فخلاص اطمن عليه وتطمن عليا وعيطت عليهم. بس احنا عايزين نرجعها تاني في المجتمع لانه صله الرحم مهمه قوي، والتبادل يعني او العلاقه ما بين شخص واخر، انك تروحي تزوري الناس والناس تجي لك، دي بتعمل يعني ود في المجتمع. وفعلا هي ابتدت ترجع تاني مع ان الناس ثقافتها اختلفت. يعني دايما اي حاجه في اولها بيبقى فيها هوجه. في الاول كان في هوجه الاحتفال بالتكنولوجي، هوجه القعاد على الكمبيوتر ومسك الموبايلات والتعامل معاها ومين اكتر ومين اسرع. حاسه انه مع الوقت الناس تاني ابتدت ترجع لموروثها، بدليل ان احنا قاعدين بنتكلم فيه وبنحاول نسجله ونحفظه. عشان كده احنا عايزين دايما الاجيال يتوارثوه، ما ينسوهوش، لازم نفكرهم بيه. حاجه مهمه جدا من الموروثات الشعبيه يعني ليها علاقه بالعيد زياره القبور. المصريين وكل الدول العربية بيهتموا جدا بأنهم يزوروا القبور ويعيدوا على المتوفيين، الناس اللي هم قريبين منهم وتغيبوا عنهم، ان هم يزوروهم ويعيدوا عليهم اكنهم عايشين معاهم. والموضوع زيارة القبور مازال موجود لغاية دلوقتي، لدرجة ان في فلسطين مثلا بيعملوا اكلات وبيحطوها على المقابر لان هم يعني بيعتقدوا في ان هم ممكن اقاربهم كده يبقوا شاركوهم لمجرد انه في حاجه زي كده.
طيب بالنسبة لقسم حفظ التراث والموروث الشعبي في معهد الفنون الشعبية، انتوا المفروض يعني ليكم مجهودات كبيرة للحفاظ على التراث وتوثيقه، تعملوا ايه؟ أول حاجة احنا بنعملها الزيارات الميدانية. مهم جدا عندنا ان احنا نقوم ببعثات وزيارات ميدانية لأماكن كتير في مصر ممكن ما يكونش ليها الضوء، يعني ناس مفيش عليها سبوت ان الناس تروح لها او تعرفها. زي ايه مثلا؟ مناطق في سيوة، الواحات البحرية، مناطق في جنوب الصعيد، مناطق النائية محدش بيروح لها وعندهم موروثات وعادات وتقاليد وبيئات في منتهى الجمال، بس دايما احنا السبوت الاساسي على القاهرة وعلى الاسكندرية على المحافظات الكبيرة. كبيرة صح. لكن في محافظات صغيرة مليانة فولكلور ومليانة طبيعة خاصة، فبنعمل رحلات ميدانية وبعثات ميدانية للأماكن دي، بنجمع فيها جمع ميداني عن طريق أدلة عمل ميدانية، بنعمل فيها توثيق وحفظ للتراث. احنا بنقوم بعملية تسجيلات صوتية مع الناس الإخباريين اللي هم الناس أصحاب التراث نفسهم، حملة التراث، وعادة بنحاول نختارهم من الكبار السن اللي عندهم المعلومات الأصيلة بقى عن الموروث وعن الثقافات المصرية. بنعمل تسجيلات صوتية وتسجيلات بالصورة، تسجيلات فوتوغرافية وتسجيلات بالفيديو للموضوعات دي، كده بنفرغها، نعمل قواعد بيانات وأرشيفات لحفظ الفولكلور والتراث نقدر إن احنا نرجع لها في وقت ما نحتاجه. طب طيب الجمهور يتعرف على التراث ده ازاي؟ يعني مهم إن احنا ننقل ده للأجيال الجديدة والشباب الصغير اللي ممكن ما يكونش عنده فكرة تماما عن أهل سيوة عيشتهم ازاي أو الموروث الشعبي عندهم ايه. هو في عندنا في أكاديمية الفنون ومعهد الفنون الشعبية ملتحق بيه مركز الفنون الشعبية. مركز الفنون الشعبية موضوعه الأساسي هو حفظ التراث، بيقدر إزاي يحفظ فيه موضوعات التراث المختلفة. ممكن أنا أحتاج أعرف أي معلومة من المعلومات اللي ليها علاقة بالتراث عن طريق إن أنا بروح بسأل على المعلومة اللي أنا عايزاها، المنطقة اللي أنا بسأل فيها. أنا بحس إن ده بيبقى يعني أكاديميك لي هو اللي مهم، يعني بيبقى مهتمين بيه الناس اللي بتعمل الماجستير والدكتوراه، لكن حقيقي. أنا عايزاه يوصل لجموع الشعب. هو ده محتاج تكاتف وتعاون. احنا المفروض ان في برامج تلفزيونيه زي البرنامج اللي احنا فيه، في مثلا افلام تسجيليه تتعمل عن المناطق دي، وبيحصل بيحصل، بس ممكن ما يبقاش ليها الدعايه الكافيه، ممكن ما تبقاش في الميزانيه الاقتصاديه الكافيه انها تشرف على حاجه زي كده، بس في افلام تسجيليه بتتعمل ليها علاقه بالمناطق دي وبتعرض البيئات بتاعتهم. في عندنا متاحف ومعارض ليها علاقة بالبيئات، لما حد يروح يصور في مجتمعات في الواحات أو يروح يسجل في مجتمعات في سيوة أو غيرها يقدر أن هو يعرضها. في كمان مواقع إلكترونية ليها علاقة بالبيئات دي. في كمان أصول الثقافة بتهتم بأن يبقى فيه داتا. بس كمان لازم إحنا ننشط الوعي ده عن طريق الميديا بتاعتنا، أن إحنا نقول للناس اتفرجوا وزوروا بلدكم وشوفوا الأماكن الحلوة اللي فيها. صحيح. اللي انتم مش بتروحوها. صح. دي حتة مهمة جدا. واعتقد كمان انه صناع السينما والمسلسلات التلفزيونية لو ابتدوا يركزوا ان هم يروحوا يصوروا في أماكن مختلفة، يعني بيئات مختلفة من الموجودة في مصر، هيظهروا ده وبشكل سهل جدا منها ان احنا نوثق للتراث. واعتقد ده ابتدى يحصل من بداية جراند أوتيل، وبعد كده كان في مسلسل تاني اتصور في سيوة اللي كان بيتعرض رمضان اللي فات. ده كمان بيوصل الشكل والمعلومة للمشاهدين، بس بإطار درامي طبعا. طبعا طبعا طول عمرنا دايما كان بيجذبنا المسلسلات اللي بتتكلم على البيئة الصعيدية جدا، او الفلاحين جدا، او اماكن مثلا ناس صيادين. دي دايما حاجات بتجذبنا. احنا بلدنا فيها اماكن جميلة جدا، احنا ممكن نستفاد منها فعلا. يعني اول مسلسل انا اشوفه عرض فعلا سيوة كان واحة الغروب، مع ان سيوة موجودة من قديم الازل وبقعة في منتهى الجمال، سواء الشمس او الناس او التعاملات او البيئة. فاحنا فعلا لازم عينينا تبقى مختلفة، نبص نظرة تانية، بس ده عايز تكاتف بقى، تكاتف لازم. اكاديمي مع اعلامي طبعًا. عشان نقدر نحقق المعادلة الصعبة. طبعا ده اكيد. انا عايز ارجع مرة تانية للموروث الشعبي واحتفالنا بالاعياد. ومصر يعني عندنا بيئات متنوعة وثقافات متنوعة، أهل اسكندرية غير أهل سيوة غير أهل سينا غير أهل الشرقية، كلهم مختلفين بس كلنا في الآخر بيجمعنا حاجة واحدة. بصي، هم المصريين عندهم مذاق خاص كده، بيحبوا يحتفلوا، بيحبوا يتبسطوا مهما كان فيهم هموم أو أحزان،
ومهما كانوا بيشتكوا ده صعوبة الحياة، ده مش عارف الحياة الاقتصادية صعبة علينا، الشوارع زحمة، ومع ذلك تلاقيهم زحمة في المتنزهات والحدائق وبيتفسحوا، زحمة في محلات الشراء وبيشتروا، بيحبوا يبسطوا نفسهم ويتبسطوا. الموروث الشعبي في كل المحافظات المصرية يكاد يكون متقارب، يعني كلهم بيحتفلوا بأنهم بيهتموا بتزيين وتوضيب البيوت بتاعتهم، تهتموا بالحاجات اللي عايزين يجملوا بيها ويظهروا بيها بأحسن مظهر حوالين الناس اللي حواليهم، يعني مش بيهتموا بأنهم يبسطوا نفسهم بس، يبسطوا نفسهم وجيرانهم. فكرة التبادلات، احنا في مصر مهتمين جدا بتبادل الهدايا، بتبادل يعني بنعمل نوع من أنواع المحبة، وده موجود من أيام الفراعنة فعلا لغاية دلوقتي. بنحب نتهادى، وده هتلاقيه حتى في موضوع حتة العيدية، عيدية العيد، إن كمان الناس الكبار في السن بيهادوا الأطفال، لازم يدوم العيدية دي بركة من الكبير للصغير حتى لو كانت قيمتها قليلة. صحيح، ولازم تبقى الفلوس جديدة وشكلها حلو ونظيفة. موروث شعبي مهم جدا عند المصريين هو عادات الطعام. احنا مهتمين بالأكل، يعني هو أصلا الأكل جداً. إنه متعة غير إنه هو متعة، فهو كمان المصريين بيحبوا وبيتفننوا فيه. احنا عندنا أكلتين أساسيتين ومهمين جدا في العيد الأضحى بالذات، اللي هم الفتة والرقاق. طبعا الفتة جاية من فتات العيش، العيش المتقطع صغير ده اللي كنا بنقول عليه فتافيت زمان. بنعمل بيه الفتة، دي أكلة مصرية مشهورة جدا والدول العربية كمان بتعملها. والأكلة التانية رقاق، الرقائق بقى رفيعة، دي رقائق البسيطة المعمولة من الدقيق واللبن ويسموها رقائق، فجابوا منها كلمة رقاق وبيعملوا بنعمل منها رقاق. الأكلتين دول أكلتين شعبيين مصريين منتشرين على كافة محافظات مصر. مهما كانت المحافظات، مثلا اسكندرية مشهورة بالسمك وبحري بيحبوا مش عارف الأسماك أكتر، ومع ذلك العيد مميز في ده طبعا نظرا لأن هم بالذبح والكلام ده، فالعيد مميز بده. حاجة مهمة جدا من الموروث الشعبي هي الحرف الشعبية اللي ليها علاقة بالعيد. زي عيد الأضحى مليان حرف شعبية، زي ما قلنا موضوع الكسوة، كسوة الكعبة دي الخيامية والكسوة والقماش دي ليها علاقة بالعيد. المدابغ، حتة الجلود، إن احنا المفروض إن احنا مثلا بنذبح خروف أو بقرة أو الحيوانات دي، الجلود بتاعتها بنمسكها نطبخها ونعمل منها السجاجيد، وبنعمل منها الجلود، الجواكت والشنط. ومعروف ان الدباغه الجلديه في مصر يعني محققه رواج جامد فيها. صحيح. صناعات هاند ميد حلوه جدا للجلود المصريه الطبيعيه. كمان الفرو، الفرو بتاع الخروف ده بنستخدمه برضو في عمل سجاجيد وعمل لوحات. برضو من الحاجات المهمه جدا، بصي تحسي ان المصريين كلهم بيشجعوا بعض، بيشغلوا بعض. هتلاقي الاولاد بتوع الحلويات اللي بيبيعوا حلويات صغيره، يعملوا اكياس صغيره للحلويات وبيوزعوها على بعض في العيد الصبح بعد صلاه العيد. كل دي حاجات فولكلور مصري موجوده في مصر ومنتشره على كل المحافظات. صحيح، هو اكتر حاجه يعني جميله حضرتك قلتيها انه المصريين بيحبوا يحتفلوا، بيحبوا يتبسطوا ويبسطوا كمان اللي حواليهم. واعتقد ان دي كمان عبقريه من عبقريه الشعب المصري، انه في كل حالاتنا بنحاول نسعد روحنا ونتبسط، سواء يعني زي ما حضرتك ذكرتي انه في الازمات الاقتصاديه المحلات مليانه يعني مكتظه بالناس، الناس بتشتكي بس بيشتروا برضه. عموما هي سمة مميزة من سمات الشعب المصري. هل من خلال المركز او المعهد حفظ التراث بتهتموا كمان او بترجعوا مثلا للاصول الفرعونية وبتدرسوا العادات والتقاليد والموروثات اللي كانت موجودة ايام الفراعنة، ولا بس الفولكلور الحديث؟ بصي، هو الموروث الشعبي بشكل عام هو مرآة الشعوب، يعني الموروث هو اللي بيديكي مراية عن كل اللي كان بيحصل. اي حاجة في حياتنا بتحصل دلوقتي هتلاقي ليها اصول فرعونيه لاننا مصريين. زي ايه يعني؟ كل حاجه، من اول كحك العيد، احنا لما جينا عملنا دراسه على كحك العيد عيد الفطر لقينا انه كان فيه قطع حلويات بتوزع في الاعياد الفرعونيه شبه كحك العيد. من اول برضو حكايه ذبح الاضاحي والكباش، دي كانت مرسومه على جدران الفرعونيه لغايه دلوقتي. احنا معهد الفنون الشعبيه منوط اكتر بحفظ الماثورات الشعبيه المصريه الموجوده في محافظات مصر المختلفه، لكن انا بقولك بطبيعه الحال بنضطر نتطرق كله بيرجع بالظبط، لانه ملوش ماضي ملوش حاضر ملوش مستقبل، كله متصل ببعضه.
وعادة أما بنتكلم في موروث أو بنتكلم في ثقافة فإحنا بنجيب جذورها. عادة بيبقى فيه جذور متأصلة ليها علاقة بالفراعنة، والجذور دي كبرت، كبرت بعامل الزمن. هو الفكرة إن إحنا هدفنا الأساسي الحفاظ على الفولكلور، حفاظ عليه من الاندثار. في موضوعات أما بنسيبها ممكن تروح مع طبعا. الزمن طبعا. ممكن تفقد قيمتها، ممكن ما تبقاش ليها رونق زي زمان، حرف تندثر مثلا، حرف ما يبقاش ليها نفس الباع اللي كانت بتبقى زمان، ما فيش عليها رواج، وناس ابتدت ليها تطلعات اقتصادية مختلفة فيسيبوها. احنا عايزين نرجع ده، عشان كده بنهتم بالحفظ، بالإضافة للأجيال الجديدة اللي ممكن تكون ما شافتش حاجات ترجع تشوفها. كتير من يعني في السوشيال ميديا بشوف بيجز مهتمية قوي بالتراث، مهتمية قوي بتاريخ مثلا اللي كان موجود عندنا في مصر. يعني تلاقي ناس قديمة بتحكي عن ذكرياتها في مصر وعملوا ايه وسووا ايه. انا يعني يهمني جدا الحاجات اللي انتوا بتعملوها على فيديو بتوثقوها، ياريت لو تحطوها انتوا كمان على اليوتيوب بحيث الناس تقدر ان هي ترجع لها في اي دقيقة، مش لازم يروح. فعلا احنا بنفكر في الافكار دي، احنا بنفكر فعلا يبقى فيه ارشيف موثق كبير عن طريق موقع منضبط يخدم المواضيع دي، يخدم موضوعات الفولكلور. احنا عندنا موروثات كتيره قوي، وعندنا بيئات مختلفه عندنا في مصر تبقى يعني ذخيره وغنيه جدا لو اتحطت. يعني تالي الاكلات المصريه بتختلف من مكان للتاني، وكل واحده ليها حكايه واصل وفكره وحصل ايه فيها ايه، واللبس ذات نفسه، المهن المختلفه. في اوريدي مشروعات، في اوريدي مشروعات، بس زي ما انت قلتي اللي بيهتم بيها اكتر اللي بيحضر ماجستير او دكتوراه، فبيعرف يوصل للداتا دي. انا عايز مثلا اعرف اختلاف الازياء الشعبيه عبر العصور في مصر والدول العربيه. في عندنا مكنز الفولكلور بقدر اوصل منه، ده اللبس كذا بيتلبس في العيد وموجود في بلد الفلانيه والبلد دي والبلد دي، الاكله دي بتتاكل امتى وبتتاكل فين، واشوف اماكنها. في عندنا الاطلس اللي بيبقى مشروح فيه اماكن الاكلات واماكن الاحتفالات واماكن الحرف، كل ده موجود. بس هي الفكره انه يوصل لاكبر عدد من الجمهور. ما هي بقى لو في اتاحه من خلال الانترنت او السوشيال ميديا او تشانلز موجوده على السوشيال ميديا هتبقى متاحه للكل. دي حقيقه فعلا، هو فعلا العالم بقى عالم صغير عن طريق الانترنت، وبقى اي معلومه انا عايزه اوصلها بقدر اوصلها. بس كمان مهم يكون في رقابه للمعلومه المتاحه، لانه ما هي احيانا لما تبقى من مصدر متخصص خلاص احنا ضامنين، لانه احيانا في ناس ممكن تحط معلومه مغلوطه او طبعا. معلومه فيها تشكيك، ده في كتير. واحنا عايزين نحفظ تراثنا بشكله الحضاري المحترم اللي احنا نحب نتشرف بيه قدام العالم كله، وفي محاولات كتير لده ان شاء الله. بنتمنى لكم كل التوفيق. دكتوره ولاء محمود، استاذ حفظ التراث الشعبي وتقنيات حفظ الفولكلور بمعهد الفنون الشعبيه، حضرتك نورتينا النهارده، وكل سنه وحضرتك طيبه. ميرسي. هنطلع لفاصل مع كل الساده المشاهدين ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصرينا.